ورجعنا لكم من جديد، واليوم حنتكلم عن أشياء من المثيرة للاهتمام والأشياء اللي ممكن إحنا السيدات ما نصادفها دائما. إنه اليوم حنتكلم عن السعودية الجوهرة الحسنة اللي تمكنت من حصولها على المركز الثاني في أول بطولة شطرنج نسائية تقام بجدة، نظمتها طبعا اللجنة السعودية للرياضات الذهنية. وأكيد حنتكلم عن هذا الموضوع والمزيد عن موضوع اللي هو الشطرنج، واللقاء الخاص مع أستاذة الجوهرة الحسنة اللي منورتنا أكيد في استوديو سيدتي. يا هلا فيك أستاذة جوهرة. هلا فيك، الله يعافيك. بداية، أنت عضوة للجنة السعودية للرياضات الذهنية، صحيح؟ صحيح. يا هلا فيك أولا فيكي. وبداية لما نعرف أكثر قبل ما نبدأ موضوع الشطرنج، نبغى نعرف كيف تأسست اللجنة الذهنية، اللجنة السعودية الذهنية للرياضات الذهنية. هي أول شيء كانوا يمكن حوالي من 6 سنوات مجموعة من محبين الشطرنج كونوا الجمعية السعودية للشطرنج، وبعدين قدموا طبعا ولعبوا حوالي يمكن اكثر من 100 بطوله، وقدموا الامر السامع، يعني قدموا للجهات المختصه على اساس يكونوا اللجنه هذه. تقريبا من اربع شهور جتنا الموافقه، بس طبعا الحمد لله. ومن هناك تاسست اللجنه. أي. أي. طيب اليوم نبي نتكلم عن البطوله. أي. كيف كانت البطوله؟ كيف بداتوا؟ ايش هي الاشياء اللي بداتوها؟ احنا طبعا بالبطولة النسائية عن طريق نادي فرسان جدة. كان رئيس نادي فرسان جدة الأستاذ فارس قشقري، ما قصر طبعا، هو اللي يمكن سبب نجاح البطولة هذه، والحمد لله. طبعا بالتعاون مع اللجنة يعني عمل نادي. اليوم ابغى اعرف اللجنة هذه ايش كان الهدف انكم بداتوها او اسستوها، او انها بدات او تاسست، يعني ايش كنتوا بتحققوا وايش كانت الانجازات المراد تحقيقها من تاسيس هذه اللجنه؟ انا قلت لك طبعا في الفتره 6 سنوات اللي كانوا المحبين للشطرنج اسسوا جمعيه ولعبوا بطولات اكثر من 100 بطوله. بس لما يفوزوا ايش يصير؟ كيف لما يفوزوا؟ لما يفوزوا يعني انت كفائزه، هل يعني اللقب يروح لأحد ثاني بعدين السنة اللي بعدها، ولا خلاص تأخذ هذا اللقب مدى الحياة؟ يعني نبي نعرف كيف نظامهم. لا، هو شوفي طبعا لما يكون في، احنا نسعى انه يكون في مصنفين دوليين، على اساس انت لو لعبتي خمس بطولات او 5 فعاليات تصيرين خلاص مصنفة دولية، تقدرين تلعبين برا، يعني الاسم زين، يعني كلقب. ايوه، بس مو انه لقب السنة الجاية مثلا او اللعبة الجاية ما اخذت الثاني خلاص، لا خلاص انت حصلت على اي. فكل لعبه لها، بس هي لها متعتها اصلا، بغض النظر اخذت الاولى ولا الثانيه ولا الاخيره، هي متعه. الشطرنج متعه. اليوم نبي نعرف نتكلم عن الشطرنج اكثر. الناس، في اشخاص كثير يشوفوا انه الشطرنج رياضه عاديه. اليوم انت كسيده جربتي هذا الموضوع وكنت من الاشخاص الاوائل وفزتي فيها، حكينا عن الشطرنج. لا بالعكس، الشطرنج مو لعبه عاديه، لعبه فعلا يعني تحتاج كثير من التفكير وكثير من وتعودك على الصبر، كيف تصبرين، كيف تقدرين تحللين، كيف تقدرين تفوزين، يعني في لها كذا حاجه، وبتطور الواحد فكريا وعقليا. احكي لي اللي قلتي لي وراء الكواليس، يعني من الايام اللي كنت بتلعبي فيها الشطرنج، ايش ممكن يسوي فيك الشطرنج؟ قصدك يعني تتعبي؟ طبعا. ايوه طبعا، ممكن يكون خصمك عنيد، ممكن تتعبين. انا مره تعبت، عنيد يكون مثلا قوي جدا، يعني قد ما تجيبين خطه يغير خطته، ويتعورك تعودين هو اللعبه، يعني تبتكرين اكثر افكار، تحللين اكثر، فتتعبين يعني اذا كان شخص مره عنيد وقوي. بس هو احساس الفوز في النهايه هو اللي جميل يستاهل. طبعا الفوز جميل، حتى انا حتى لو ما فزت كنت استمتع. كنت اي بلد خسرتي قبل؟ اي طبعا، انا في كل بلد انا كنت اروح، مثلا اي بلد اروح، نروح اي مكان اشوف احد تلعب شطرنج العب معاهم، واحس بمتعه يعني سواء فزت او خسرت. حلو. حلوه، هي ممتعه، ممتعه اللعبه. طب قديش ممكن تستمر هذه اللعبه؟ كيف؟ قديش ممكن تستمر هذه اللعبه؟ اي اوقات هي لها طبعا اوقات معينه، في على حسب، في الكلاسيك اللي هي مدتها طويله اكثر من 60 دقيقه، في اللي هي الخاطف، وفي زي الكوتشينا كذا العاب، كذا حاجه، في اللي هي فوق الربع ساعه، واللي هي الخاطف هذا السريع حيكون اقل من 10 دقائق، في ممكن دقيقتين. كيف المشكله؟ انا مشكلتي ما قد لعبت اللعبه، فبحاول استوعب الموضوع كيف ممكن تطول 60 دقيقه وممكن تكون اقل من 10 دقائق. الموضوع جدا صعب. بس خلينا نتكلم عن اول مسابقه اللي نظموها اللجنه. يعني
كيف اللي كانت؟ بالنسبة للسيدات هذه هي أول مسابقة صح؟ بالنسبة أيوة بالنسبة للسيدات كانت أول مسابقة بالتعاون ما قلت لك مع نادي فرسان جدة، على رأسهم رئيسهم فارس قشقري، يعني أوجه له تحية ما قصر. كانت حلوة، كنا يمكن حوالي 25 متسابقة، كان في كل الجنسيات تقريبا. حلو الحمد لله. طبعا حصلت أنا على الثاني، والأول الأخت هالة من مصر، ما شاء الله. والسعوديات يعني كثير والله كانوا موجودين. ولين الآن إن شاء الله في 12 مايو حيكون في كمان فعالية ثانية للسيدات الجمعة الجاية إن شاء الله بإذن الله. حلو يعني بس تنظيم نسائي من اللجنة نفسها، تنظيم نسائي والحكام نساء، كله كله يعني كامل. كيف آلية التنافس؟ تبدأي أنت مثلا مع شخص بعدين تتأهلي؟ أي طبعا على حسب، إذا كانوا في اللي هم المصنفين يبدأ بالبدايات، يعني تبدأ ترتيب الموجودين بالتصنيف المصنفين أو بالأحرف الأبجدية. طبعا هنا كانت مصنفة واحدة اللي هي هالة، فعملوا بالأبجدية يعني بالحروف الأبجدية، يتقابلون اثنين بعد كذا اللي يفوزون مثلا 0 مع 0، 2 مع 2، لين يطلع اللي بعدها، وبعدين 3 مع 3 زي كذا لين يطلع الأخير. حلو، بس الجوهرة اليوم نبي نعرف كم لعبة لعبتي عشان توصل المركز الثاني؟ 5 هي كانت تتحدد أصلا اللعب. 5 يعني تتحدد 5 7 على حسب اللي هو رئيس الحكام، هو يحدد المنظمين يحددونها انها 5 او كذا. كم يوم اخذته في الموضوع؟ لا لا كل في يوم واحد. كان يوم واحد، كان يوم الجمعه. بدانا بعد العصر، خلصنا يمكن على العشاء، لانه يكون ينتظروا يعني لين يخلصون، في استراحه في النص من 5 ل10 دقائق، واللي يتاخر يكون منسحب. حلو، بس اليوم كمان يعني صعب نشوف يمكن سيدات اساسا يلعبوا هذه اللعبه، يعني دائما متعودين احنا في الافلام حتى نشوف الرجال اللي يلعبوا هذه اللعبه. لا في والله. فين تعلمتيها اصلا كبدايه؟ فين تعلمتيها؟ وفين في هذه المسابقه قمتم بهذه المسابقات؟ فين كان تحديد المكان؟ طبعا انا علمني اياها زوجي من زمان، وبعدين خلاص بلاش نقول يعني خلاص بطلت تلعبيها. بطل هو خلاص يعني حرم انه يلعبها، لانه علمني وفزت عليه مره، فحرم انه احنا نلعبها ثاني. بس وهذه كانت في فندق ميرا. طبعا هذا يعني صاحب الفندق صار تعاون بيننا وبينهم، هذا دعم يعتبر لنا. ايوه عملنا، هم اتفقوا مع النادي. ولجنة التحكيم كم كانت؟ عباره عن كم شخص؟ وهل كلهم يعني ما شاء الله يعني بارعين في لعبة الشطرنج؟ أي طبعا الحكم الدولي يكون في رئيس حكم، بعدين رئيس الحكام، بعدين يكون مثلا في كذا حاكم تحته، على أساس أنه كل مثلا 3 طاولات أو 4 طاولات يكون فيها حكم، بحيث أنه يكون في مشاكل اعتراض، في نقلة خطأ، في شيء. فطبعا مين إذا شدت المشاكل يجيبون رئيس الحكام أن يحل بين الاثنين. بس طبعا الحمد لله بالنسبة لنا اللي لعبناها ما كان في أي مشاكل ولا في أي حاجة، كانت اللعبة مرة سلسة وحلوة والكل مبسوط. يعني كان 75 سعوديات. ما فيها غش؟ لا ما في أبدا أبدا، ما فيها غش. يعني من الألعاب اللي صعب الواحد يغش فيها، ما هي زي الكوتشينة. ممتعة ممتعة هي، ما فيها غش أبدا. طيب اليوم نبي نعرف هذه الرياضة تعتبر رياضة ذهنية، غير أنها متعبة، هي متعبة بس أتوقع كمان يعني تساعد. بغض النظر انها ممتعه فهي اكيد ممتعه، ما في شيء ذهني اللي هو ممتع بس في نفس الوقت كمان متعب، بس اليوم هذا الشيء اكيد بيوسع افاق او الوعي الاشخاص، ممكن تشوفي ابعاد لمخك زي كانه انت بتحلي جريمه، فهمتي؟ شفتي كيف يعني تخطيط هذا الشيء اكيد بيوسع من مخيلتك، بيساعدك على اشياء كثيره. هل تتوقع انه في يوم من الايام ممكن هذه الاشياء تنضاف لمناهجنا الدراسيه؟ ممكن يكون شيء ملزومين احنا نتعلم عليه او إن شاء كيف الله. تتوقعي؟ لا باذن الله ان شاء الله تكون هذه من الاهداف المأمولة للجنه انه تطبق في المدارس، وممكن نعمل يعني الاهداف ان شاء الله باذن الله المستقبل القريب ممكن نعمل اكاديميه تدريب الشطرنج. يعني بتفكروا في يوم انه تنشروا أي طبعًا الرياضه طبعًا. هذه اي احنا مستمرين، احنا على طول بننشر. كيف حصلوا، كيف فتحوا القسم النسائي لو ما كان في نشر وكان في يعني
صح ولا لا؟ يعني مجتهدين صراحة يعني اللجنة، بيشتغلوا على الموضوع بيشتغلوا يعني. عليها بقوة يعني طيب بصراحة. غير هذه الأكاديمية، كيف بتقدروا احنا انتوا كسيدات انه تنشروا هذا الموضوع كمان في المجتمع النسائي بطريقة أكبر؟ يعني الرجال يحس موجود. موجود ايوه، حتى النسائي والله. يعني قبل فترة كمان عملوا مسابقة للأطفال في نادي، شطرنج. ايوه عن طريق برضو اللجنة، اللجنة سهلت كل الأمور، عملوا دريم جيم او كذا، جابوا اطفال بس كان كيف في السوق، تتجمعوا؟ تجمعوا في السوق فلامينجو في جدة، كان يمكن حوالي مش عارفة فوق الكثير يعني فوق 100 او يعني قريب 100 اطفال، كانت يعني في الناس عارفين، بس ان شاء الله اللجنة هذه بتطور اكثر باذن الله. طيب ايش في ممكن اشياء تقولي لنا هي ممكن لو انا اليوم صراحة للأمانة انا ما قد جربت اللعبة بس عندي فضول اني ابدأ اجربها، ايش في اشياء تتوقعي انه الانسان اللي يلعب الشطرنج لازم تكون في اشياء متوفرة في شخصيته؟ لا هي مو في شخصيته، اول شيء انت تحبينها وتحبين تعلم اي حاجه لازم تحبين تتعلمينه. بس انت كيف في البداية ما انت عارفتها؟ انا في البدايه لا، انت ما انت، ما انا اقول لك انا ما ايه تعلم، انا شفت زوجي واخوي يلعبون ففضول، انا بشوف كيف بيحركوا ايش هذا. انت لو عرفتي مكان كل قطعه وين وتحركاتها، تصير انت خلاص عديتي مرحله، بس تشوفين تحفظين القطع اساميها ومواقعها وحركاتها. كم قطعة هي؟ هي قطعة طبعا 8 يكون جنود وثمانية طبعا جهتين ألف وباء، أيه طبعا وتشوفينها وتشوفين كيف هذه تتحرك وذي تتحرك، هذه بداية اللعب. عندي بعد فضول كذا خلاص صراحة. بإذن الله انضم للجميع لا للجنة بإذن حقتنا الله. إن شاء الله. طب تتوقع أستاذة الجوهر اليوم هل هذه المسابقة أو الرياضة إحنا كسيدات بما إن إحنا ما شاء الله بدأ عندنا سيدات بيبدعوا في هذا المجال، هل تتوقع إنه ممكن تدخلوا مسابقات عالمية؟ احنا بالفعل دخلنا مسابقات بس كرجال طبعا، في اذربيجان حصل اللي هو البطل السعودي المعروف احمد الغامدي وعبد الرحمن المسرحي والاستاذ عماد الحبيب، يعني شخصية عظيمة جدا ما شاء الله الله يحميهم، حصلوا على البطولة، صار اسم يعني باسم المملكة، بطولة ما شاء تعتبر الله. عالمية. يعني باذن الله. لا لا معناتها احنا ماشيين في الطريق الصحيح لا باذن الله، تمام، بس عقبال ما يكون كمان في سيدات باذن الله يوصلوا لهذه الاماكن وممكن يكون يدخلوا في المنافسات العالميه. بإذن الله بإذن الجوهر الله. الحسن عضو اللجنه السعوديه للرياضات الذهنيه اكيد منورتنا ونتمنى لك المزيد من يا النجاح، حبيبتي وان شاء الله المره الجايه يكون كمان المرتبه الاول ان شاء الله يا باذن رب، الله الله. يا يعطيك هلا الف فيك. عافيه حبيبتي، شكرا طبعا لك. مستمرين معاكم بعد هذا الموضوع الاكثر من شيق، واكيد كل واحد لما يكون حاب الشيء ويكون عنده شغف اكيد راح يوصل للشيء اللي يبغاه، هذا شيء ما نقدر نقول عليه كلمتين. بس طبعا خلونا نطلع لفاصل قصير ونستكمل معاها بقيه فقراتنا لهذا اليوم، فخليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، ما هي الاسباب التي تجعل الرجل يرفض الاعتذار منك في حال اخطا بحقك؟